هاهي غتولي ناموسية. شوفوا معايا تبارك الله، بالنسبة لهذا بالغونجمون ولا بلا غونجمون؟ هذا في الغونجمون، في الغونجمون هانتوما شي ديكور كيزاد الكتوب ديال البوكليت. شوفوا معايا لاتولي باش تشوفوا كيفاش كيخدموا. كتخدموا بالعود، العود بواغوج بواغوج بحال هكا، على كاليتي ديال العود باش كتخدموا. السلام عليكم متسبين قناة مريم شانيل، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. اليوم نهار جديد وفيديو جديد ومحل جديد. اليوم جينا عند ديكور الآغا تبارك الله ما شاء الله. بالنسبة لهذا المحل هذا راهم هما اللي هنا هاد لاتولي هنا كيدفعوا هما للحريفية، يعني اليوم غتاخذوا بثمن كيف كنقولوا حنا الجملة. السلام عليكم. مرحبا اختي. كيداير اخويا؟ بخير لاباس عليك؟ الله يعطيك خير. مرحبا بينا عندك اليوم. الله يحفظك. مرحبا اختي. مرحبا. قول لي حالكم دابا انتم عندكم لاتولي، انتم اللي كتخدموا؟ اي حنا اللي تنخدموا الناس. كتخدموا الناس. الكليان وتنخدموا الحريفيه. الحريفيه. أيه. يعني الا جا الكليان كيبقى ارخص ثمن عندكم. ضروري. ثم انهم ياخذوا عند الحريفيه. ضروري. لا لا ضروري كاين نقص في الثمن. كاين نقص في الثمن. باش غنبدا؟ تبارك الله ما شاء الله. هذا الشيء بعدا اول حاجه غنوري المتتبعين ديالي هذه اللي كيسولوا على كامل هذا كنابي او ميم طون كيرجع ناموسيه. ناموسيه شوفوا معايا باش شوفوا معايا ها هي ولات ناموسيه وبالغونجمون. كيسولوا عليه الناس بزاف. وبالغونجمون اللي كيبغي ناموسيه كنابي في نفس الوقت ناموسيه. شوفوا معايا هو راه سالس زعما ماشي. شوفوا هادي غادي ندوزو ليها ونقول لكم حتى الثمن. نبداو بهاد الفوتوي هادو. هادو بلا غونجمون. هادو بلا غونجمون درنا لهم 900 درهم. 900 درهم. شوفوا معايا توب اونتيطاش بونج. دابا غنوريكم بونج هو باش كيتخدم ونوريكم لاوار. بونج هو كنديروا ليه واحد ليه وسم الداخل على حسب الناس كيبغيو يصبنوا. ضروري خصو يكون شويه الصوت. فهمت. بالنسبه للحديديه تا هما بالطبع ضروري غنديروا لهم غشيان السلسله تيكوسان صغار تا هما غشيان. المهم خدمه مزيانه هادشي اللي سالونا. كاين اللي كيبغي السوكل عاوتاني من التحت داك السوكل بحال هذا ماليه ما بغاوش ما درناش. اييه بحال هذاك الصابو كيكون بحال هذا الشكل. هانتوما هذا هو السوكل. واللي كتشوفوا بحال الخشب هكا. يعني الاختيار كيبقى ديالكم. هذا بالنسبه للثواب راه اللي بغى شي ثوب راه عندنا اي ثوب. هذا بالنسبه للثمن 900 درهم دايرين 900 درهم هذا الثمن يلقاو شي بلاصه لاغا بهذا الكاليتي ما غيلقاوش. بهذا الكاليتي ما غيلقاوش. ما غتلقاوش. غتلقاه زايد زايد. كاينه واحد 150 درهم ديال الفرق حتى 200 درهم. وكاين قل من هذا في الكاليتي. في الكاليتي كاين قل. ومايمكنش حنا نخدموه ما نقدروش نخدموه حيت انا كنعطي الكارانتي للناس هنا حتى لخمس سنين. نعطيك كارانتي 5 سنين. في البونج ولا حتى في العود وفي المسائل الاخرى السلعه الاخرى. انت يلا وريتيني واحد النوامس هادو قلتي لي غادي نمشيو لفرنسا. ممكن نمشي فرنسا؟ هادو فرنسا غادي نانس. نانس نانس مدينه في فرنسا سميتها نانس. بالنسبه يعني كترسل حتى خارج المغرب. خارج المغرب وداخل المغرب. يعني بالنسبه لكازا هنا راه غراتوي علينا هنا فابور داخل للناس اللي في كازا. اللي في كازا التوصيل فابور. بالنسبه للمحل اخويا كيكون مفتوح ثلاث ايام اسبوع الا نهار الحد. الا الحد ما كنخدموش الحد. من 2 من 10 الصباح حتى 9 الليل. حتى 9 الليل ما عليكم غير تواصلوا معاه في الرقم اللي كاين على الشاشه تبارك الله. اول مره كنشوف هاد تيت دو ليك طالع حتى الفوق. هاد تيت دو ليك مخدوم بلينوكس. هذاك اينوكس ماشي جلد ولا شي حاجه. ما كيتحال ما كيسدي ما حتى شي حاجه. هذا كاليتي التوثوق ديالو مخدوم بلونتيطاج ديما. وهاد الخدمه ما فيهاش لازوراي. هاد الخدمه سبيسيال كامله بالناس اللي كيتهموا شويه في هادشي. مخدومه باللاطي والام دي اي ما فيهاش حس لازوراي. بالنسبه للبونج مخدومه بلابيس وطرون تروا ما فيهاش بونج عادي ولا شي حاجه. هادي الناس هما اللي بغاوها فحال سير كومون. سير كومون هادي سير كومون. حنا عندنا سير كومون. كاين اللي كنخدموا ليه العود كيجي يشوفوا عاد كنغلفوا. كاينين الناس كيبغوا يشوفوا هاد يتاكدوا شنو كاين داخل. يتاكدوا كيشوفوا واش كاين داخل. من حقهم يشوفوا البونج ديالهم يشوفوا التوب ديالهم. هادشي اللي كاين. كنعتذروا على الاصوات حيت لتحت كاينه لاتوليه البنات غادي نوريكم كيفاش كيخدموا لتحت. بالنسبه لهاد الناموسيه ديال بالغونجمون نقدروا نقولوا الثمن تقريبا
هذه كتبدا من 6000 درهم ابتداء من 6000 درهم. هاد الروس كبار بالغونجمو بحال هكا. ماطلة هذه في متر و80 على 2 متر، متر و80 على 2 متر، كبار كبير. واعره هذه، شوفوا معايا كيفاش كتجي الشكل ديالها تبارك الله. وندوزو ديال بلاصه وحده، عندنا ديال بلاصه تما دايرين فيه ثمن خير، كاع ثمن مزيان. هذه ديال بلاصه وحده بالغونجمو، هذه ديال بلاصه وحده. السيستيم ديال كحل، ماشي داك السيستيم، ماشي السيستيم كحل، سيستيم بيض. يعني هذه تهز تقول تهز كل شيء. كيفاش مغلفه لداخل بوبلين، داكشي خدمه نقيه. هذه كنا دايرين لها 2000 درهم، دابا نقصنا درنا لها 1700 درهم. واش الثمن يلقاو فشي بلاصه 1700 درهم؟ انا كنقول لك بهذا الكاليتي ديال الخدمه ما غيلقاوش. واش الثمن اللي ما يلقاوش المتسببين ديالو؟ هذا هذا الكاليتي غير عند لا كاين. شوف انا كنقول لك كاين قل، ولكن هذا الكاليتي لا ما كاينش. وكنتمنى انهم ما يلقاوش هذا الثمن هذا. شوفوا معايا هادي اليوم قلت لي في الغسطه 1700 درهم. اجي كاين هذا الشكل هذا، وكاين اجي تشوفوا معايا بلا ندوز لهم تاع بلاصه وحده. هادو ديال البلاصه اللي دايرين لهم هاد الحريف هذا، كاين هذيك الماطله داخله شويه. ها هي حتى هي بحال هكا، شوفوا حتى هو بالغونجمون. ودائما راه اللون اللي كتختاروا، اللون اللي بغيتو، اللون اللي بغيتو، والشكل اللي بغيتو، اي شكل عندك في البورتابل ديالك بغيتي يصايبولك اي موديل، اي موديل كان صايب ليها بحاله. شوفوا ليا انتوما هذه بشحال غتبقى لينا حتايا؟ نفس الثمن 1700 درهم. 1700 درهم بالغونجمون. عندنا هادو اللي مسدودين تما، تما درنا كنديرهم طايحين بحال هكا. هادي ما فيها لا غونجمون لا والو، هما لا بواسير كومون. هادي كتبقى ب 2200. 2200 هذا عبار كبير، متر و60 على 2، متر و60 على 2. وكاين حتى هاد الشكل هذا اللي بالغونجمون، شوفوا معايا هاد الشكل. بالنسبه لهادو تما دايرين فيهم ثمن مزيان. شحال غيبقى لينا هذا؟ هادي 2700. 2700 حل لينا باش يشوفوه. 2700 قول لي كي جاتكم الاثمنه توصيل داخل كازا فابور. شوفوا معايا تواصلوا معنا في الرقم اللي كاين على الشاشه. هذه كتقسموها هكا باش تطلعوها؟ كنقسموها باش كتطلع، وكاين اللي كيبغي سومي واحد نديروا ليه سومي واحد. كنديروا ليه هاد الكاش هذا باش ما كتبانش. دائما تو بلونتيطاش، دائما تو بلونتيطاش، ما تلقيش عندي من غير لونتيطاش هنا. وكتعطيك حتى الكارونتي الضمان. كنقول لك كارونتي 5 سنين. 5 سنين على اي حاجه. لا عندنا كليان كنخدموا معاه 16 عام انا كنخدم. تبارك الله ما شاء الله عليك. اليوم جينا عند الاغا، يعني غتاخذوا الثمن. دابا هو كيخدم الحريفيه، والحريفيه كيزيدوا شويه الثمن. واش دابا بغيتي شويه؟ لا عطيت الثمن ديال الحريفيه اللي درت اليوم. واخا غنتخاصم معاهم. قال لي غنتخاصم معاهم، قلت لي شوف ما تخافش رزق والله ما غتخاصمش معاهم. عندنا هذا الكنابي عاوتاني. واو قولوا لي هذا هذا الغونجمون، هذا فيه الغونجمون والشراب بحال هكا والتوب بوكلي. شوفوا معايا تبارك الله، بالنسبه لهذا بالغونجمون ولا بلا غونجمون؟ هذا فيه الغونجمون، فيه الغونجمون. هانتوما شتي الديكور كيزاير التوب ديال البوكليت. شوفوا معايا حتى هو بالغونجمون، حتى هو بالغونجمون. واعر. وبالدار ديالو هذا، بالدار فيه الشراب هذا، بالدار، بالدار كيف كتشوفوا معايا الدار ديالو. هانتوما كيفاش كيجي الدار. بالنسبه لهذا الشكل اخويا الاغا شحال غيبقى لينا؟ هذا ابتداء من 1250 اللي دايرين لي. 1250 ابتداء من 1250 درهم. غونجمو تشراط في الدار وفي الفاس، في الدار وفي الفاس. شوفوا معايا التشراط في الدار وفي الفاس كيف كتشوفوا معايا كيفاش كيجي. ولكن راه فن، وحتى هاد التوب ديال بوكليت لا كيطلع زوين، كيطلع زوين، خدمه نقيه ماشي. ودائما راه كتختاروا بالنسبه للبوكليت. ورينا الالوان اللي كاينين. غنوريك الالوان اللي كاينين. غادي تشوفوا معايا الالوان اللي غيكونوا في البوكليت، والالوان اللي غادي يكونوا حتى في لونتيطاش. وراه البنات راه كيديروا حتى هاد لي ستور حتى هما كتصيبوهم. حتى لي ستور كنديرهم. جميع الموديلات ديال لي ستور عندنا. شوفوا التوب هذا بوكليت. شوفوا لي اللوينات تاع البوكليت. سكريني اللون اللي عجبكم. شوفوا معايا اختاروا. يعني الاذواق تختلف انتوما. وبالنسبه الى اختاروا الناس شي توب اخر تقدر تنقص عليهم في الثمن. ضروري. كل ما يعني البوكليت شويه طالع في الثمن. شويه طالع في الثمن. شتو هادو هما الالوان اللي كاينين فيه. كاين هاد البوكليت هذا زايد شويه في الثمن. هذا زايد. حطوا ليا هكا باش يشوفوا هذا زيد على هذا. كيف كتشوفوا معايا هذا شويه كيبان لكم غليظ. انا نقرب لكم
باش تشوفوا الفرق ما بين هذا وهذا. كيبان لكم هذا غليظ باين، شتي راه الفرق في الثمن، راه زيد الماء زيد الدقيق، كل ما كانت الجوده والكاليتي كيتزاد شويه الثمن. واخا ندوزو لهاد اللي دايره ضجه، ما قلناش لهم الثمن بالنسبه لهاد الكنابي وناموسيه. هادي بشحال غتبقى لينا اليوم؟ نحاولوا نسالوا دابا تيهدرنا فيها بروموسيون. درنا لها ابتداء من 3500 درهم. 3500 درهم ابتداء. لا على حساب العبار ديالها. هادي راه كنابي او ميم طون ناموسيه. على حساب العبار ديالها الا كان فيها 2 مترو، في هاد العبار هذا بحال ما 2 مترو. 2 مترو كتخرج كتولي فيها مترو و55 في العرض. مترو 55 حتى المترو 60 كتوصل. حتى المترو 60 و55 حتى المترو 60 كتوصل. ها هي غتولي ناموسيه. دابا هذا واحد الصالون ديال شي، هذا صالون ديال شي كليان، شي كليان وداروا واحد، داروا ليه بحال هكا دوره كامله هي كاينه، راك شفتيها انت. كنابي زوينه هذه، الناس بزاف كانوا كيسولوا عليها. كيسولوا على الناس بزاف. شوفوا ليا من التحت كيفاش كتشي فن. هذه ابتداء من 300 3500 درهم، 3500 درهم 70000 ريال. خليكم معنا غندوزو دابا لي ستور. بالنسبه لي ستور، بالنسبه لي ستور ابتداء من 250 درهم. 250 درهم ابتداء من 250 درهم. ما يلقاوش الثمن هذا الاغلى. الثمن مزيان، الثمن مخير كاع، وكتختاري اللون. كتختاري اللون ها لي غام ديالهم، كتهزل اللي بغيتي. كاين ديال الدراري الصغار، كاين ديال الكوزينه، كاين ديال الصالونات، كاينين حتى البلديين حتى هما كنديروهم ديال الصالون. ديك الساعات كنمشيو على حساب اللون اللي غيكون عندك في الصالون وداك الشيء، واللي عزل شي حاجه كنديروها. 250 درهم، حلو بحال هاد. تعال 250 درهم. جيو عند الاغا تبارك الله ما شاء الله عندو داك الشيء. خدمتهم. اي حاجه كيعطيك فيها الضمان؟ لا 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 كارانتي. الضمانه غتهلا لي في الناس. الكارانتي بالنسبه لذاك الشيء ديالنا حنا الكارانتي على حسابها، غير بعض المرات كيدير شي واحد مثلا راه تقطع عليه ولا شي حاجه، راه داك الشيء راه ما داخلش علينا حنا. شي حاجه اللي ما محسوباش علينا حنا. اما الخدمه عليكم، اما الخدمه لاموس العود الثوب هذا الشيء الكارانتي ديالنا حنا. وبالنسبه للناس اللي كيصايبوا هاد لي كنابي وكيصايبوا كيجيو يشوفوا قبل شنو من عود خدمتوا به ضروري كيجي كيهبطوا لاتو اللي كيشوفوا شوفوا السلعه ديالها بلا ما كنخبيو حتى حاجه. الحمد لله. هادو تلامط دابا هادو بالسنسله، راه تحل السنسله شوف شنو كاين داخل. شوف شنو كاين داخل. بالنسبه لهاد السلادر هادو غيبداو لنا من 900 درهم. هادو غيبداو سامبل بلا غونجمون، هادو راه فين تا هما الغونجمون. كلشي باين لداخل حتى شي حاجه. واخا هادو بالغونجمون، قول لي شنو غيبقى لي دابا هاد؟ دابا انا قلت لك بلا غونجمون 900 درهم غير باش تعرف. بلا غونجمون. بلا غونجمون. بالنسبه لهاد الصالون هذا شنو غيبقى لي كامل؟ هاد السيجور. هذا كيمشي على عبار، هذا راه كاين الكماله ديالو، هذا راه كبير. هذا كبير. باقي جوج اخرين بحالهم هادو. هادو لي كوموند ديال الناس. ديال الناس هذا البزنيقة. هذا البزنيقة، تحية للناس على البزنيقة وتحية للناس على فرنسا. خليكم معايا. غندوزو لهاد الكريسي. هاد الكراسي هادو. بالنسبة لهاد الكراسي هادو عرفتي جلست فيه مريحين في الجلسة. واعرين. دايرين فيهم تما ثمن مزيان. ثمن مخير 700 درهم. 700 درهم باش غيبقاو لكم. أي لون بغيتي، أي لون بغيتي كاين. كتهزل اللون ومزيان. وبالنسبة لهاد البوفان. البوفات كيبداو 150 درهم. 150 درهم. تما فيهم الويلات فيهم شي حاجة. شوفو انتي طاش. غنصايبو من روسنا زعما عود فيهم زوين، خدمة زوينة، فيهم جلسة رطبة. لا شتو عندو تبارك الله خدمة نقية، كيف قلت لكم راه هنا كيجيو الحريفية هو كيخدم للحريفية. يعني راه غتاخدو شي حاجة نقية وبأرخص ثمن. هنا لا تولي باش تشوفوا كيفاش كيخدموا. كتخدموا بالعود. العود بواغوش بواغوش بحال هكا، على كاليتي ديال العود باش كتخدموا حاجه مزيانه. هذا بالنسبه لهذا العود العريض كنديروه بالنسبه للغونجمون في النوامس وفي الطابيسي اللي عندهم الغونجمون، اللي ما عندهمش الغونجمون كنخدموا عاوتاني بعود قل من هذا شويه في العرض ديالو. بالنسبه للبونوج وهذاك الشيء كنخدموا بهذا لابيس لابيس، وكاين تحت منه الفاندو شي حاجه كاليتي، شي حاجه اللي مزيانه على 6 سنتيم.
وكندير 6 سنتيم في الدار كتكون عامر مزيان حيت هذا عاد غيديروا لي تي كوسان صغار ما غيديروش لي تي كوسان كبار. بالنسبه لهادشي اللي عندنا دابا هنا كتخدمونا كتدفعوا الخدمه للناس كندفعوا للناس وكندفعوا حتى للحريفيه عندنا ناس كنخدموا معاهم حريفيه حتى كندفع للناس الحريفيه كندفعوا حتى لهكا وهكا يعني جناكم اللي غتاخذوا يعني بحال هما كيبيعوا للحريفيه والحريفيه كيبيعوا لكم ان شاء الله ودابا غدير لنا ثمن ان شاء الله اليوم غنديروا ثمن ديال الحريفيه ان شاء الله هذا هو اللي كاين هادو معايا كيفاش كتخدموا حتى النوامس هادو 92 ها الخدمه ديالهم من الداخل على غفله دابا جبتو جيتو شفتو داكشي هادو غادي لفرنسا ان شاء الله غنمشيو فرنسا كديرو توصيل حتى خارج المغرب كلشي كنصيفطو المغرب العالم كامل الا يلا التوصيل داخل المغرب وخارج المغرب مرحبا بكم عليكم غير تواصلوا معنا في الرقم اللي كاين على الشاشه هانتوما شوفوا ليا تبارك الله الخدمه ما نهضروش عليها اجيو نطلعوا الفوق باش تشوفوا الخدمه كيفاش دايره غنكون وصلنا معكم نهاية هذا الفيديو هذا ما سخيناش بكم نخليكم نتلاقاو ان شاء الله الفيديو الجاي ما عليكم غير تواصلوا معنا في الرقم اللي كاين على الشاشه تهلا ليا في المتتبعين مرحبا مرحبا على الراس والعين مرحبا مرحبا بالنسبه للعنوان حنا كنتواجدوا في كازا السبيت ياك اخويا اييه قرب السبيت ما بين السبيت والمشروع ديال اناسي السبيت والمشروع ديال اناسي قريب الاناسي شوفوا معايا كتشوفوا هاد الصور هذا دار البارود كتطلعوا معاه هذاك راهي دار البارود كتطلعوا الطلعه كامله شوفوا مع الديكور فين غتلفوا غتجيو نيشان حتى غتلقاو المحل ديال ديكور الاغا ها ديكور الاغا والناس اللي غيجيو من بعيد يتواصلوا معنا في الرقم اللي كاين على الشاشه نرسلوا لكم لوكاليزاسيون انا جابتني حتى المحل